أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن الوزارة تستهدف خفض الدين العام ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال إلقائه بيان وزارة المالية بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بمجلس النواب، أكد كوجوك التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية. من استراتيجية متكاملة للتعامل مع موضوع المديونية وخفض المديونية وتحسين مؤشرات المديونية بكل أبعادها وبكل جوانبها، وده برضو واحد من الأمور الهامة جدا واللي هيبقى ليها أولوية قصوى، إزاي نحسن كافة مؤشرات المديونية الحكومية المحلية والخارجية ومؤشرات خدمة الدين وغيرها من المؤشرات الضرورية اللي تطمننا على مستقبل أوضاع المالية ومستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. ده المحور الثالث، ثم المحور الرابع والأخير، إزاي كل الحاجات دي تسمح لنا بوجود مساحة مالية أكبر، وإزاي نوجهها أكتر لجهود الحماية الاجتماعية وجهود التنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطن، اللي هو في الآخر كل الأمور دي بتصب في خلق مساحة مالية ووضع مالي يسمح بطموح أكبر بكتير في هذا المجال.